خمسة. ايش محتاج حسوني؟ أطفال العراق أمل الحياة، أطفال العراق على العين والرأس. في العين دمعة فرح، وفي الفرح أحلام الطفولة، وفي الطفولة أمل العراق، وفي العراق سجلت بتنهيدة طويلة قصة أول طفل يحقق أمنيته. على الأماني كنهر دجلة يبكيها العراقيون فرحا حين تحقيقها. الطفل حسين علاء مريض بالسرطان لكنه موجوع بحب الوطن. كانت الأمنية أن يقابل رئيس الوزراء فيرد الكاظمي بتنصيب شعبه على كرسي الوطن لكرسي المناصب. وكأن لسان حال المطرب يتكرر في قلوب العراقيين بالدمع والفؤاد الحزين: خذوا المناصب لكن خلوا للوطن. الكاظمي أول رئيس وزراء يتنازل عن كرسيه لأجل الشعب، يخبر حسين بالحرف الواحد: كرسيك المرتقب لأجل العراق. في غرفة صناعة القرار تجلس العائلة العراقية بكامل تفاصيلها، الأب رئيس والطفل رئيس والأم عراقية، تنجب الأمل بعراق جديد يعيد نبض الحياة وتبرهن الأمل المنشود بتحقيق الوعيد. أما الساحة فهي عراقية خالصة، واللاعبون عراقيون بكرة عراقية. مشهد يحيي في قلب حسين علاء أن على الأرض ما يستحق الحياة، ولن يقتل فيك الأحلام البريئة والأماني، فكل الأماني أهداف مسجلة في دفتر الصبر حتى الانتصار.